بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا جهاز بيكو سمارت لوجيج. طريقة التشغيل في عنا الأون أوف، عنا هلا على الشاشة أوف. أول ضغطة بتشتغل معنا الحنفيات فقط، ضغطة ثانية بتشتغل معنا التدفئة والحنفيات، ضغطة ثالثة بتشتغل معنا التدفئة بدون الحنفيات. بالإضافة عنا نحن هون على اليمين مؤشر التدفئة، فينا نغير بالدرجة الحرارة بالزائد أو بالناقص. بالإضافة للمية السخنة كمان زائد أو ناقص. عندنا الأون أوف شرحنا عنها وإعادة تشغيل. جهاز بسيط جدا، جهاز بسيط جدا، تشغيله سهل. هاي الشغلة هلا اشتغلت عنها. بالنسبة لرفع الضغط كمان أمر سهل. بالنسبة لهي السكورة نحن دائما بننبه عنها، من جهة اليمين ما بنسكرها، من جهة اليسار ما بنسكرها. وبالنسبة لتعبئة الضغط، عندنا تعبئة الضغط السكر هذا فتح اليسار، بنراقب الساعة ليوصل ل 1.8 وبنرجع بنسكرها على جهة اليمين. بسيط، جهاز بسيط جدا وحلو وكاتب الصوت. حياكم الله، السلام عليكم.